Got Talent. لا ليكو أنا تصبحوا على خير، أنا بدي فل Got Talent. بحس حالي صرت جزء من البرنامج والبرنامج جزء من نجاحاتي وحياتي. شر صغيري خصوصاً إنه علم على شخصيتي الإنسانية أكثر من شخصيتي الفنية. بتمنى إنه نكون متناغمين مثل دايماً اللجنة، لأنه كانت بتتميز هيدي اللجنة بالتناغم. لا لا ثلاثة لا، وإن شاء الله منكفي هيك، وأكيد ما بينقصنا شيء من الإضافات الحلوة يلي رح يضيفوا علينا اللجنة، إن كانوا الجداد أو اللي كانوا موجودين قبل. صراحة يخرب بيتك. الإعلام مؤخراً عن إمام باسم يوسف ورحمة رياض، ورجع تم الإعلام أنه رحمة رياض تم سحبه من المجموعة بسبب اعتراضك أنت. Got Talent أنا تقدم علي المشروع وكنت عم بقبل المشروع مثلي مثل كل حدا باللجنة، لا أكثر ولا أقل. أنا من بداية Got Talent لليوم أنا بيطرحوا اسمي وأنا علي أو القبول أو الرفض، وأنا لحد اليوم أنا موجودة.